اليوم كان فيه هني الترشح من شخصي البسيط لرئاسة اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية بعد مشاورات وتواصل ويعني عدة اقتراحات من المكتب التنفيذي للاتحاد الجزائري للسباحة وكذا بعض الزملاء والرؤساء الاتحاديات الأولمبية والغير الأولمبية. نظن كانت فيه يعني حافز ليا باش نقدم ترشيح تاعي ونقدم برنامج، ولو المره برنامج اليوم كان فيه خطوط عريضه فقط، ولكن انا نفضل انه البرنامج هذا يتشاركوا فيه كل اسره الرياضه خاصه اسره الجمعيه العامه للجنه الاولمبيه الرياضيه الجزائريه. من اهم الدوافع هو يعني كنت قد سطرت برنامج يعني للعهده جديده، ما يخفلكش انه اني كنت يعني كملت هذه العهده يعني في الظروف اللي يعرفها العام والخاص، وإن كانت يعني اللجنة الأولمبية تمر بفترة صعبة الحمد لله يعني المدة القصيرة هذه 8 أشهر اللي فوتها يعني كان رجع نوع من الهدوء في اللجنة الأولمبية، هذا هو كان الهدف. والآن يعني كما قلوا حتى واحد باش يقدر يعمل يلزم له يعني على الأقل عهدة أولمبية كاملة حتى يضع برنامج يعني ويكونوا يعني منتخبين جدد باش نقدروا ان شاء الله نديروا يعني برنامج لي يعني يعود بالخير وعلى على اللجنة الأولمبية وعلى الحركة الرياضية. الخطوط العريضة هي ممكن الحوكمة، إعادة نظر في الحوكمة، التسيير المحكم، إعادة نظر في خدمة الاتحاديات والرياضيين الأولمبيين وكل الرياضيين بصفة عامة، القيم والمسؤوليات الاجتماعية، الإشعاع الدولي يعني العلاقات الدولية كذلك، واحترافية وتحديث طريقة يعني لو سيستم ماناجيريال دو كوميتي أولمبيك سبورتيف الجزائري. نظن هذه هي من أبرز الخطوط العريضة، ولكن هذه الخطوط أنا بودي والرغبة تاعي هي أن أشارك كل أعضاء الجمعية العامة للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية في التفكير والتشاور لنخرج ببرنامج يكون برنامج موحد مشترك، تطوير رياضة النخبة وكذا الرياضة النسوية، أنه ما يخفالكش أنه حتى يعني اللجنة الأولمبية الدولية تحت على يعني الرياضة النسوية، ترويج بالقيم الأولمبية وهذا من مهام كل اللجان الأولمبية، تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة يعني لا بون غوفيرنونس، توطيد علاقات الشراكة مع كل اتحاديات الفاعلة في الحركة الأولمبية، وتطوير علاقات التعاون مع اللجان الأولمبية يعني الدولية الإفريقية الاتحاد تاع الألعاب البحر الأبيض المتوسط، واستعمال الموارد المادية في نحو أمثل، كذلك الصندوق التضامن الأولمبي اللي فيه 21 برنامج لازم علينا يعني من بداية العهدة يعني نستغلوا كل هذا البرنامج حتى يعني باش يكون كل يعني لي بروغرام اللي نديروهم يعني اغلبيه التمويل نجيبوه من صندوق التضامن سوليداريتي اولمبيك، صندوق التضامن الاولمبي. اولا نوضعوا يعني تقييم للجنة الأولمبية من حيث يعني التسيير، من حيث وهذا التقييم ما يكونش يعني سيت اون ايفالواسيون دو سانكسيون، لا يكون تقييم باش نخرجوا نقاط الضعف ونقاط القوه للجنة الأولمبية، هذه من جهه. من جهه اخرى الاولويه الاخرى هي حنوضعوا كما قلت لكم اون با ايسي دو ميتر دي زاسيز اولمبيك وني يشاركوا فيها كل اطراف الرياضيين للتحسين وتقييم من جهة لي ريغلومون جينيرو يعني اللوائح الأولمبية واللوائح اللجنة الأولمبية الجزائرية وكذلك يعني لي ستاتيو دو كوميتي اولمبيك تو سا اون دو تو ريفوار اوجوردي. مقبلين على العاب اولمبيه يعني على بضعة ايام يعني ان شاء الله لو انتخبت بعدها ان شاء الله اول شيء هو تكييف النظام الاساسي للجنة حتى يتناغم مع التغييرات الوطنية والدولية، لانه اول شيء هو يعني القوانين تاع اللجنه الاولمبيه وين كاين كثير من اعضاء يعني حابين التغييرات حتى نولوا نتناقموا يعني هذا اول شيء لانه هذا هو الاساس، ومن بعد كل واحد يعني يعرف الواجبات يعرف الحقوق تاعو يعرف ما عليه وما يجب ان نظن انه انا بالنسبه لي هذا اول شيء اذا انتخبت ان شاء الله اول شيء اللي نديروه هو تكييف القوانين.